السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نحاول نبدأ النهاردة في مادة تي 325. معلومة بس كده عن المادة. المادة مكونة من 3 بلوكات. البلوك الأولاني عبارة عن يخني مكون من 5 مواضيع. كل توتوريال بيتكلم في موضوع مختلف، كل توتوريال بيكون ليه مسائل مختلفة خاصة بيه. التوتوريال الأولاني بيتكلم عن البطاريات، التوتوريال الثاني بيتكلم عن الاستورج زي الميموري والكلام ده، ميموري والفلاش ميموري والهارد ديسك والسي دي والدي في دي. البلوك توتوريال الثالث بيتكلم عن الايرور كوركشن والديتكشن زي الهامينج كود والسي ار سي. التوتوريال الرابع والخامس بيتكلموا عن المالتي ميديا والاوديو تكنيكس. مبدئيا التوتوريال الرابع والخامس ممكن يكونوا اصعب التوتوريالز اللي ممكن تقابلكم. انا نظامي في شرح اي ماده عموما ان انا باخد الحاجات المهمه، بحاول الم الحاجات اللي جت في امتحانات قبل كده، الحاجات اللي جت في ميد تيرم. النظري بحاول اقول المهم فيه، في حاجات في النظري انا بعملها سكيب اصلا. طيب بالنسبه للبلوك التاني، البلوك التاني عباره عن جزئين اتنين، جزء منه بيتكلم عن سكيورتي واللي هو السيماتريك انكريبشن والاسيماتريك انكريبشن. لو حضراتكم خدتوا الجزء الخاص بالسكيورتي في التي 209 الخاص بأليس وبوب فهو مناظر ليه، زائد الجزء الثاني اللي هنتكلم عليه في البلوك الثاني بيتكلم عن الانتليكشوال بروبرتي اللي هي حقوق الملكيه الفكريه وغيره. البلوك الثالث بيتكلم عن الموبايل كوميونيكيشن في الجيل الثالث، انواع البروتوكولات وانواع الاجهزه المستخدمه في ال 3 جي وال 2 جي. نبدا ان شاء الله كده نبدا ان شاء الله في التوتوريال الاولاني. فهو بيقول هنا حاجه اسمها باور كونسمشن. انا عندي جهاز المفروض ان الجهاز ده بيستهلك باور، الباور بتطلع من الجهاز على صوره الحراره، الحراره دي يفترض انها ممكن تدمر الدوائر الالكترونيه للجهاز، ده غير انها كمان وجود الحراره دوت بيزود درجه الحراره بتاع كوكب الارض كله، طبعا ده عامل الموضوع اللي اسمه الاحتباس الحراري. فانا كراجل بصمم دوائر الكترونيه او بصمم الكترونيك ديفايسز، المفروض ان انا اراعي النقطه دي، اراعي ان انا اقلل استهلاك الباور وفي نفس اقلل استهلاك الباور. فهو بيقول لي هنا power consumption اللي هو استهلاك الباور is one of the main constraints put on the design of electronic goods اللي هي السلع الإلكترونية. Most of the power consumed end up as a heat which can damage، زي ما قلت لحضراتكم ممكن تدمر الدوائر الإلكترونية، وبالتالي احنا محتاجين نعمل reduce the energy consumption in order to combat يعني نتخلص أو نحارب الـ global warming اللي هو الاحتباس الحراري. النقطة دي جت قبل كده في امتحان كانت اختياري، فهو شال كلمة باور كونسامشن بإي وحط إيه نقط واختيارات بقى، وكمان برضه جابها نفس الجملة بس إداني كلمة باور كونسامشن إز وان أوف ذا مين كونسترين أون ذا ديزاين أوف إلكترونيك كودز وقال لي ليه؟ فإحنا طبعا هنقول والله إن إحنا عايزين نعمل ريديوس للإنرجي كونسامشن عشان نعمل كومبيت للجلوبال وورمينج. طبعا إحنا هنا بنتكلم عن البطارية، فمكونات البطارية بتكون مكونة من 3 أجزاء، حاجة اسمها أنود، انود موجب، وفي حاجه اسمها كاثود سالب، وفي هنا الماده الموصله اللي هي بيسموها الكترولايت. الماده الالكترولايت هي الماده الموصله ما بين الانود والكاثود. ممكن ان اكون عكسهم، هنا الانود وهنا الكاثود، هنا الانود وهنا الكاثود، وهنا اللي هو الالكترولايت. الالكترولايت اللي هو الماده الموصله اللي تتنقل فيها الالكترونات عشان توصل ما بين الاثنين دول. طبعا الانود والكاثود ليهم مسمى ثاني كمان ممكن يعدي علينا دلوقتي بيسموهم الكترودز. يبقى انا عندي دلوقتي الانود والكاثود والالكترولايت، او ممكن بدل ما يقول انود وكاثود يسميهم الكترودز بالاضافه للالكترولايت. بيقول هنا باتريز، البطاريات اللي موجوده عندي بتديني تيار كهربي ناتج عن وجود تفاعل كهروكيميائي اسمه الكتروكيميكال رياكشن. الكتروكيميكال رياكشن يبقى عباره عن تفاعل كيميائي بيحصل ما بين المواد الكيميائيه المكونه من البطاريه وبيديني فولت كهربي. المواد الكيميائيه ممكن تكون حاجات كتير، ممكن تكون ليثيوم ايون، ممكن تكون نيكل ماغنيسيوم، اي انواع من المواد الكيميائيه. طبعا انا في مجموعه من البطاريات انا بوصل ما بين البطاريات وبعضها، زي انا عندي جهاز، الجهاز ده بيشتغل على بطاريات 9 فولت، لكن البطاريات اللي موجوده عندي 3، فانا هوصل 3 منهم على السيريز. سيريز مقصود بيها توالي. الحاجات اللي انا ببقى حاطط تحتها خط هنا يبقى الحاجات دي ممكن اتسال فيها اختياري او اخلي بالي منها، لان دي الكي وورد اللي انا بحاول ابني حواليها كلام. يبقى بيقول هنا batteries produce electricity from a chemical reaction called an electrochemical reaction، تفاعل كهروكيميائي. Several cells connected together will result in a battery، مجموعة من الخلايا هوصلهم مع بعض هيدوني بطارية. طيب احنا كنا بنقول دلوقتي ان الطاقة اللي بتطلع من البطارية بتعتمد على مكونات البطارية، او الطاقة دي بيكون نتيجة على تفاعل كهروكيميائي او تفاعل كيميائي. طب التفاعل الكيميائي ده بيكون ايه؟ مش معتمد على
المكونات الكيميائية الخاصة بالأنود أو الكاثود والإلكترولايت ده الفقرات. فبيقول هنا the chemical reaction اللي هو التفاعل الكيميائي depends upon the material used to make الأنود والكاثود والإلكترولايت. هيجي بعد كده ممكن يشيل كلمة أنود وكاثود ويحط بدلها إلكترودز. ممكن كمان في نفس الجملة يشيل كلمة chemical reaction ويقول لي الفولت اللي بيطلع من البطارية، ما هو نفس المسميات. The voltage اللي هو بيطلع من البطارية يعتمد على الأنود والكاثود، الماتيريال اللي أنا بستخدمها عشان أصمم الأنود والكاثود والإلكترولايت. طبعا زي ما قلنا في أنواع مختلفة من البطاريات، في حاجة اسمها ليثيوم آيون ليد أسيد، وفي حاجة اسمها ألكالاين باتري نيكل ماغنيسيوم، وأنواع كتيرة. أهم نقطة عندي إنه في نوعين من البطاريات، في حاجة اسمها برايمري باتري وفي حاجة اسمها سكندري باتري. البرايمري باتري عبارة عن بطاريات بيتم استخدامها مرة واحدة عشان أحفظ اسمها، هلاقي اسمها مكون من كلمة واحدة اسمها ألكالاين، أو النوع بتاعها اللي هو اسمه ألكالاين أو ليثيوم باتري. طيب نرجع تاني كده، هو هنا بيقول لي إيه؟ discuss the different type أو الأنواع المختلفة من البطاريات وديني أمثلة مثلا. إحنا قلنا إنه في two categories of the batteries، عندي يا إما primary battery يا إما secondary battery. ال primary battery can be used once، ممكن أستخدمها مرة واحدة، بعض المرات يحرميها. زي ما هو كاتب هنا بيقول لي كأن أنا to be used once. الأمثلة بتاعتها ولازم نخلي بالنا منها اللي هو alkaline أو lithium battery. عايز بس أنبه primary يعني أساسي، فالمفروض إن المسميات هنا أو المكون اللي في حالة البطارية بيكون عنصر واحد بس عشان أعرف أحفظه. يبقى في primary battery بيكون فيه هنا alkaline وهنا lithium أو lithium. السكندري باتري المفروض انها بيكون ريتشارجبل، يعني ممكن اشحنها لعدد مع عدد من المرات زي بطاريات الموبايل او اللابتوب والكلام ده. عايز اضيف بس ان المكونات بتاعتها او ان الامثله اللي هي النيكل ماغنيسيوم، النيكل ماغنيسيوم وكمان فيه اللي هو الليثيوم ايون، لازم ابقى حافظ المسميات دي. بيقول لي the main type في الانواع الاساسيه او the main type of battery in common use for a digital equipment الاجهزه الالكترونيه والكلام ده زي البيرسونال راديوز او اللابتوب والكمبيوتر والبي دي اي والكلام ده كله. في عندي نوعين زي ما قلنا اللي هي الالكالاين باتري، الكالاين يبقى اسم واحد فالمفروض انها برايمري، او اللي هي الليثيوم اللي هي الليثيوم برضه نوع واحد اللي هو برايمري، او ان انا ممكن استخدم النيكل ماغنيسيوم او الليثيوم ايون سكندري باتري. نيجي في موضوع تاني اسمه كيمستري اند كيمستري ريليتد ترمينولوجي. الفقرة اللي جاية دي كلها عبارة عن مصطلحات كيميائية، زي بتعرف لك العنصر، بتعرف لي الإليمنت، وبتعرف لي المركب اللي هو الكومباوند والكيميكال رياكشن والذرات والجزيئات والكلام ده. ما جاتش قبل كده في امتحان نهائيا، بس لازم تنعرف ممكن يجيب منها نقطة في اختيار. فكلمة إليمنت يعني عنصر، العنصر هو أنقى مكون فيزيائي في الطبيعة. فبيقول هنا the purest substance، pure يعني نقي، substance مادة of the physical world اللي هو زي النيكل أو الكادميوم أو الزنك، عنصر واحد. كومباوند بالعربي يعني مركب، المركب هو عبارة عن عنصرين مع بعض بيحصل تفاعل كيميائي ما بينهم مثلا بيديني مركب زي المية. المية عبارة عن هيدروجين وأكسجين. فهو بيقول لي هنا most element can join together element to other element to form a compound. هيدروجين هندخله مع الأكسجين يديني water. chemical reaction اللي هو التفاعل الكيميائي، طبعا في تفاعل كيميائي بيحصل ما بين المجموعة من العناصر عشان يديني مركبات. التفاعل الكيميائي ده غالبا بيكون ممكن يكون طارد للطاقة أو موصل للطاقة. طارد للطاقة يعني بيديني حرارة أو بيديني إنرجي مثلا. فبيقول لي هو an element to combine to form a compound the process is called a chemical reaction. الفقرة الرابعة بقى اللي هي الأتومز اللي هي الذرات، مولكيولز معناها جزيئات and ions. طبعا هو بيقول لي إن the basic building block of element is atom اللي هي الذرة. قلنا أو إن الذرة بتكون مكونة من إلكترونات موجبة وأيونات إلكترونات سالبة وأيونات موجبة. An atom consists of nucleus which has a positive electrically charged and electrons which have a negative electrically charged. زي ما قلت أنا عندي ذرات، الذرة بتكون مكونة من إلكترونات سالبة وأيونات موجبة. الفقرة دي ما جاش عليها أسئلة قبل كده خالص. Voltage. الفولت اللي هو بيطلع من البطارية، بروح اشتري بطارية يقول لي انها يقول لي مثلا انها بتشتغل على او انها بتطلع فوق 3 فولت او 1.5 فولت.